مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى جادة هادي نصر الله في الضاحية الجنوبية، حيث يقفل آل المقداد الطريق هناك، وذلك للمطالبة بالإفراج أو ببدء محاكمة ذويهم وأقاربهم. ينضم إلينا الزميل حسين خريس الموجود هناك لإطلاعنا على التفاصيل الدقيقة على الأرض. إذن حسين، ماذا في التفاصيل؟ تفضل. نعم، في التفاصيل ماجد، نحن الآن موجودون في منطقة حي الرويس، وتحديدا على أوتوستراد السيد هادي نصر الله الموجود في الضاحية الجنوبية خلف هؤلاء المعتصمين من النساء. طبعا هناك منطقة الكفاءات، وقبل الوصول إلى منطقة الرويس هناك مجمع سيد الشهداء الموجود في الضاحية الجنوبية، وهو المجمع التابع لحزب الله. صادف أن حي آل المقداد هنا في منطقة الرويس هو مجاور ثكنة تابعة للجيش اللبناني، وهذا الجيش كان قد استدعى القوى الأمنية بحسب القانون لكي تتواجد هنا. وفي هذه الأثناء زميلي رواد يمكن أن يريكم الصورة التي تتواجد فيها عناصر التدخل السريع من قوى الأمن الداخلي الذين كانوا قد اقتربوا قليلا إلى مكان المعتصمين، ولا زال هناك تضارب في الأخبار عما إذا كانوا سوف يفتحون هذه الطريق بالقوة أو لا. طبعا آل المقداد أكدوا أنهم ماضون في الاعتصام السلمي، وبأنهم مستمرون من دون أي تصعيد، وبأنهم فقط يعتصمون ويقطعون الطريق سلميا لأجل الإفراج عن أبنائهم أو البدء بمحاكمتهم، لأنه حتى الساعة اعتقل شباب من آل المقداد ولم يحاكم أحد منهم. وأيضا يطلقون اللوم على الأحزاب السياسية الموجودة في الضاحية الجنوبية، ويطلقون اللوم الأكبر بحسب اليافطات على مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي كان قد وعدهم مرارا وتكرارا بأن يصبروا قليلا ولا يتحركوا في الشارع، إشارة إلى أن الزيارة الأخيرة كانت لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان وعدهم خيرا. يعني هل كان هناك أي من مواعيد محددة يعني لهذه المحاكمات، وأدخل أي تعديل عليها فتم هذا التحرك اليوم؟ يعني حتى الساعة لم يحاكم أي شخص من آل المقداد، إنما فقط تؤجل المحاكم التابعة لهم من تاريخ إلى تاريخ، وهذا ما جعل الأهالي ييأسون ويسأمون من هذا الوضع، إضافة إلى أن هناك أسماء من الشباب الذين وضعت أسماءهم، وهم يعني حتى مصادر قضائية أكدت للأم تي في أن هناك عدد من الشباب الذين يعني لم يكن لا ناقة ولا جمل لهم في موضوع التحركات أو التحركات العسكرية التي كانت قد فعلتها عشيرة آل المقداد عند حادث الخطف. الأهالي يطلبون من كل المرجعيات السياسية في لبنان، وطبعا يهددون بأنهم سوف يحاسبون هذه الأحزاب انتخابيا في صناديق الاقتراع، لأن الانتخابات المقبلة هي قريبة جدا بحسب ما يؤكد هؤلاء الأهالي، وخصوصا عشيرة آل المقداد. والد المخطوف حسان المقداد الحج سليم أيضا كان قد ناشد المسؤولين السياسيين بالإفراج عن شباب آل المقداد، لأنهم وبرأيه بأن القضية الأساسية قضية حسان المقداد، وما حصل هو ردة فعل على عملية الخطف، وأدى الأمر إلى ما أدى إليه في الآونة الأخيرة. آل المقداد يؤكدون بأنهم لم يطلقوا النار على الجيش اللبناني، ويستدلون بالقول بأنه لو أطلقوا النار على الجيش اللبناني لما كانوا قد سلموا شبابهم من دون ضربة كف لهذه المؤسسة العسكرية، ويطلبون أيضا محاسبة كل من أطلق النار على الجيش اللبناني. يعني الآن في هذه الأثناء المعتصمات من النساء يهتفون، لا أدري إن كنتم تشاهدون في الصورة، بالروح بالدم نفديكم يا شباب. نعم. إشارة ماجد إلى أن أيا من الأحزاب السياسية، طبعا أعني حركة أمل وحزب الله، لم يكن لهم أي تواجد هنا في المنطقة، وخصوصا أن هذه المنطقة يعني طبعا محسوبة على حزب الله وعلى حركة أمل، لم يكن لهم أي تواجد. ما علمته الأم تي في بأنهم أخبروا القوى الأمنية بأنهم لن يتدخلوا في الموضوع، وبأنهم لن
لن يكونوا من المساهمين في فك هذا الاعتصام. هذا ما أكدوه للقوى الأمنية. يعني تعقيبا على هذه النقطة، يعني هل تشير إلى أنه كان هناك نوع يعني اختيار هذه النقطة، هل برأيك هو استفزازي يعني بشكل أو بآخر، وهل سينحصر في هذه النقطة؟ كنت أشرت إلى أنه تحرك سلمي، هل سينحصر بهذه النقطة، وهل يمكن القول إن اختيار هذه النقطة هو استفزازي بشكل أو بآخر؟ اختيار هذه النقطة زميلي ماجد يعني هو لم يكن يعني هو بالصدفة، لأن حي آل المقداد هنا مجاور لهذا الاوتوستراد، يعني مجرد ما أن تدخل هنا في هذا المفرق الأمامي تصبح أنت موجودا في حي آل المقداد، يعني لم يكن الاختيار إلا أنه استفزازيا، إلا الموضوع كله بأنهم يعتصمون أمام منازلهم وفي حيهم ولكن على الطريق العام بحسب ما أكدوا. طبعا هناك خطوات لاحقة ستكون، أكدت مصادر في عشيرة آل المقداد لكنها لم تفصح ما هي الخطوات لعدم إفساد الموضوع، وهي قالت بأنه لن يكون هناك أي خطوات أخرى أو تصعيدية، وبأن الاعتصام يفك فورا ما إن يطلق سراح الشباب المعتقلين مع المحاكمات، يعني هم مع أن يحاكموا بمسألة المظاهر المسلحة. أما بالنسبة إلى إطلاق النار على الجيش اللبناني ومسألة خطف التركي، فهم يعتبرون أن هذه المسألة لا تخص عشيرة آل المقداد أبدا، إنما هم يطالبون فقط بالمحاكمات العادلة. حسين، يعني جادة هادي نصر الله هي جادة رئيسية في الضاحية الجنوبية، هل تسبب هذا الأمر يعني بأزمة سير في المكان، وما هي التدابير التي اتخذتها القوى الأمنية لتأمين حسن السير؟ حقيقة ماجد هنا في هذه النقطة هي أهم نقطة حيوية على أوتوستراد السيد هادي نصر الله في الضاحية الجنوبية، هي النقطة التي تصل بيروت بالضاحية الجنوبية بكل المناطق من دون مبالغة، وإلا الطرق الذي يريد أن يأتي إلى الضاحية الجنوبية يجب عليه أن يسلك الطرق القديمة التي كانت قبل إنشاء هذا الأوتوستراد. هذه المنطقة، هذه النقطة حساسة جدا السير، لذلك تسببت بأزمة سير وصلت إلى بشارة الخوري من الضاحية الجنوبية إلى بشارة الخوري، طبعا مرورا بالطيوني والشياح. كما ذكرنا سالفا بعد المعتصمات الموجودات هنا وبعض الشباب، هناك الأوتوستراد الذي يؤدي إلى منطقة الكفاءات والمريجي وحي السلم والليلكي والحدث، أيضا أوتوستراد الحدث هو موازي لأوتوستراد هادي نصر الله وهو قريب جدا من هنا. أما قبل الوصول إلى هذه النقطة فهناك مناطق حي الأبيض وحي ماضي والطيوني و بئر العبد وحارة حراك، يعني النقطة هنا فعلا نقطة مفصلية وسببت بأزمة سير، حتى أن بعض المدارس يعني عطلت لأن المعتصمين والمعتصمات كانوا موجودين منذ 7 صباحا هنا على أوتوستراد السيد هادي نصر الله، وكانت العشيرة قد حذرت مرارا وتكرارا القوى السياسية والأحزاب السياسية بأنهم سوف يقفلون الطريق، يعني العشيرة حذرت مرارا وتكرارا بأنها سوف تقفل الطريق هنا، سوف تغلقها في حال لم يجري التسريع في محاكمات ذويهم. نعم. إلا أن هذا الأمر حصل اليوم. نعم حسين، أشكرك، طبعا سوف ستكون لنا عودة إليك لموافاتنا بكل تطور من جدة هادي نصر الله في الضاحية الجنوبية. شكرا لك حسين. كما أشير مشاهدينا الكرام إلى أن الأهالي في منطقة طرابلس وتحديدا في منطقة جبل محسن قد قطعوا أيضا الطريق هناك، وذلك احتجاجا على عدم دفع التعويضات الخاصة بهم، وذلك من جراء الأحداث الأخيرة. سوف أيضا يعني نطلعكم تباعا، ومن كان من طرابلس أو إن كان من بيروت، على كل التطورات. شكرا لكم.